طبعا درسنا النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل. طبعا الدوائر الأصلية والتكامل غير المحدد، الدوائر الأصلية والتكامل غير المحدد طبعا تعلمتها في الدرس الثالث، إنه إذا كان في الدرس الرابع إذا أعطيت موقع جسم اللي هو إف إكس يساوي إكس تربيع زائد 2 إكس، فإن العبارة التي تمثل السرعة اللي هي المشتقة طبعا اللي هي كانت مشتقة هذه 2 إكس ومشتقة 2 إكس اللي هي 2، وبإن هيك بنكون طبعا استخدمنا الاشتقاق في إيجاد السرعة. طبعا يعني هنا عندي إيجاد الدالة الأصلية، طبعا إيجاد الدالة الأصلية هذه أوجد الدالة الأصلية للدالة، هذه الدالة إف إكس تساوي 3 إكس تربيع، يعني هذه هي مشتقة بدي أصلها. طيب نفكر، تعال نفكر كيف هذه أجت. طبعا احنا قلنا لما بنشتق كنا ننقص الأس واحد، يعني ننقص الأس واحد، طبعا بدي أرجع عكسه بدي أزود الأكس الأس واحد، كنا نضرب في معامل الأس، يعني كنا نضرب في الأس بدنا نقسم على الأس، يعني هذه بدك تزود الأس واحد حصير 3 وتقسم على 3 حصير إكس تكعيب، إذا هذه هي الدالة حصير إيش؟ إكس تكعيب، إكس تكعيب. طبعا ممكن تكون إكس تكعيب لو بدي أشتقها، إكس تكعيب مشتقتها 3 إكس تربيع هي 3 إكس تربيع. طب ممكن يجي معها ثابت، ممكن يجي معها ثابت مثلا إكس تكعيب زائد 5، إكس تكعيب زائد 7، إكس تكعيب ناقص 8 وهكذا، يعني ممكن تكون إنه إكس تكعيب ليست هي الدالة الوحيدة التي تحقق المطلوب. طبعا هنا إكس تكعيب ليست الدالة الوحيدة التي تحقق المطلوب، ممكن تكون جي إكس، هذه طبعا كابيتال لتر جي إكس يعني الأصل، تساوي إكس تكعيب زائد 10، هنا إف إكس كابيتال لتر معناها أصلية معناها إكس تكعيب، طبعا ممكن تكون إكس تكعيب زائدا 10، ممكن تكون إكس تكعيب ناقص 37 وهكذا. إذا في عندي مجموعة غير منتهية من الدوال الأصلية. طيب هنا في بي، في بي قال لي اف اكس تساوي سالب 8 على اكس اس 9. طيب يعني أعد كتابة المشتقة هذه اف شرطة بقوة سالبة لتحصل على، طبعا تطلع الأس السالب إلى الأعلى الأس 9، الأس 9 في المقام طالع للأعلى بصير إكس أس سالب 9، بصير عندي سالب 8 إكس أس 9. طبعا القوة حزيد 1، سالب 9 زائد 1 حصير 8، حصير سالب 8 سالب 8 وتقسمها على سالب 8 يعني حصير إيش؟ حصير عندي إكس أس سالب 8، حصيرها الدالة الأصلية، الدالة الأصلية طبعا الدالة الأصلية بكتبها إيش؟ بالكابيتال لتر، كابيتال لتر، يعني هنا اف اكس تساوي اكس اس 8، ممكن طب يكون معها اي عدد، ممكن تكون يعني اكس اس سالب 8 زائد 3، ممكن تكون اكس اس سالب 8 زائد 12، ممكن تكون اكس سالب 8 زائد 10، ما عندي يعني عدد لا نهائي من الدوال الحقيقية. بالنسبة لسؤال تحقق هذا 2 اكس، طبعا انت قبل ما تشتق يعني قبل ما تشتق بتعرف تجيب اصلها، يعني قبل ما اشتق ايش كانت، يعني اصلها كانت اكس تربيع، اذا الدالة الاصلية هي عبارة عن ايش؟ اكس تربيع زائد 5، اكس تربيع ناقص 10، ما عندك مشكلة اي دالتين، ممكن تجيب دالتين ممكن تجيب 3 وهكذا. طبعا هاي 1 بي طبعا سالب اكس اس سالب 4، طبعا اكس سالب 4، طب تزود البسط 1
بتصير سالب 3، بتقسم على سالب 3 بتصير اكس اس سالب 3، اكس اس سالب 3 الاصل تبعها، اكس اس سالب 3 زائد 2 او ناقص، او اكس اس سالب 3 ناقص 5 وهكذا. طبعا في مثال واحد لاحظنا ان اضافة او طرح ثابت للدالة الاصلية ينتج دالة اصلية اخرى، وبشكل عام فان اضافة او طرح ثابت سي للدالة الاصلية ينتج عنه دالة اصلية اخرى، لان مشتقة الثابت تساوي صفر، وعليه فان هناك عدد لا نهائي من الدوال الاصلية لاي دالة. طبعا هنا جينا لقواعد الاشتقاق، قواعد التكامل، قواعد الدالة الأصلية. طبعا احنا قلنا عكس الاشتقاق هو التكامل، يعني الاشتقاق عكسه الدالة الأصلية او التكامل، عمليتين يعني زي الجمع والطرح، الضرب والقسمة نفس الشيء، الاشتقاق والتكامل قواعد الدالة الأصلية. قاعدة القوة، انتبهوا معي لهذه قاعدة القوة. إذا كانت اف اكس تساوي اكس اس ان، هذه اف اكس هذه دالة مشتقة تساوي اس ان، عملها سمول لتر. إذا أصلها بكتبها كابيتال لتر، بكتب كذا اف اكس يعني أصلها تساوي اكس، بزود الأس واحد، الأس هنا بزود واحد بصير ان زائد واحد، بصير كذا هيا اكس بزود الأس واحد بصير إن زائد واحد، الأس الجديد اللي هو إن زائد واحد بيقسمه على بصير مقام، بصير إن زائد واحد زائد سي. يعني بدي أكامل الدالة هذه أجيب أصلها، بزود الأس واحد بصير إن زائد واحد في البطن في الأس على الأس الجديد اللي هو إن زائد واحد زائد سي. قاعدة ضرب دالة القوى في عدد ثابت، يعني لو عندي المشتقة كانت اف اكس تساوي كي، يعني كي ثابت عدد في اكس اس ان، طبعا اصلها ان عدد نسبي لا يساوي سالب واحد، والكي عدد ثابت، فان الدالة الاصلية تساوي كي زي ما هي كي ثابتة بتنزل اكس بزود الاس واحد بصير الاس ان زائد واحد، وبتقسم على الاس الجديد ان زائد واحد زائد سي. طبعا قاعدة المجموع أو الفرق، إذا كانت طبعا اف اكس وجي اكس هذول دالتين أصليتين ودالتان هذول دالتين، وكان لهم أصلية دالتين أصليتين هما اف اكس كابيتال لتر وجي اكس كابيتال لتر على الترتيب، فإن الدالة اف اكس الأصل زائد أو ناقص جي اكس دالة أصلية للدالة اللي هي اف اكس زائد جي اكس، يعني عندي الجمع مشتقة زائد مشتقة، اصل زائد اصل. لو كان عندي مشتقة ناقص مشتقة يعني الاصل تبعها بيكون اصل الاولى ناقص اصل الثانية. طبعا مثال اثنين طبعا اوجد الدالة الأصلية للدالة هذه اف اكس تساوي اف اكس، يعني بكتبها سمول، يعني اف اكس تساوي 7 اكس اس اف اكس تساوي 4 اكس اس 7. طبعا بكتب الدالة المعطى اف اكس تساوي 4 اكس اس 7، طبعا بدي زود الاس واحد حصير 7 زائد واحد حصير 8، ويقسم على 8، يعني حصير عندي الدالة الأصلية، الدالة الأصلية حتكون اف اكس كابيتال تساوي 4، هي الأربعة نفسها ما بتتغير، الاكس هي الاكس زافها، الأس بزود واحد يعني 7 زائد واحد بصير 8، وبزود عليه وبقسم على الأس الجديد، يعني هنا الأس صار عندي 8، المقام اللي قسمت عليه صار عندي 8 زائد سي، يعني هذا بصير 4 اكس أس 8 على 7، طبعا 4 اكس اس 8 على 8، 4 على 8 بتتبسط بصير نص، هذه 4 والمقام 8 بصير 1 على 2
x أس 8 زائد c. بالنسبة ل b طبعا الدالة اف اكس تساوي مشتقة اف اكس تساوي 2 على اكس تربيع، بده يجيب اصلها. طبعا ما تنسى ثابت التكامل، لازم ثابت التكامل، لو انت ما وجدتش ثابت التكامل بتكون انت يعني وقعت في الخطأ. عندي اف اكس تساوي 2 على اكس اس 4، طبعا حولها الى دالة قوة بأس سالب، يعني حصير 2 والاكس اس 4 في المقام حتطلع في البسط حصير اكس اس سالب 4. الان بدي اجيب الايش اصلها، اف اكس تساوي 2 زي ما هي، الاكس زود الاس 1، زود على الاس 1 وبتقسم على الاس الجديد زائد سي. طبعا هي 2، هنا اكس اس سالب 3 على سالب 3، بصير عندي 2 على سالب 3 اكس اس سالب 3 زائد سي. ترجع اكس اس سالب 3 في المقام بصير اكس اس 3 في المقام، بصير عندي السالب اللي هو السالب الموجود في الاول، سالب سالب موجود زي ما هو، الاثنين هو المقام 3 اكس تكعيب زائد سي. سي نفس الشيء، قال لي اف اكس تساوي اكس تكعيب اكس تربيع ناقص 8 اكس زائد 5. طبعا انتبهوا معي، هذه الدالة المعطاة، طبعا هنا عشان سهل عليك هذه اكس 2 اكس اس 2، هنا ناقص 8 اكس يعني معناها ناقص 8 اكس اس 1 يعني من الدرجة الأولى. طبعا هنا 5 معناها 5 اكس اس 0، 5 اكس اس 0. طبعا الآن بنزود الاس هذا 1 وبنقسم على الاس الجديد بصير سي اكس اس 3 على 3، بصير اكس اس 3 على 3 ناقص هنا 8 اكس زود الاس 1 بصير 8 اكس اس 2 على 2 مجموع الاس الجديد، زائد هنا 5 اكس اس 0 بزود على الاس 0 1 بصير 5 اس 5 اكس اس 1 على 1 زائد السي. طبعا هذه بصير 1 على 3 اكس تكعيب، هنا بصير 8 على 2 يعني معناها 4 اكس تربيع، هذه بصير 5 اكس زائد سي. يعني لو جيت تشتق هذا على السريع 3 في الثلث بواحد اكس تربيع حصير اكس تربيع، حترجع للاولى بعدين تشتق الثاني 2 في سالب 4 حصير سالب 8 اكس، حصير هنا سالب 8 اكس، ومشتقة اللي هو 5 اكس هي عبارة عن 5 ومشتقة السي هي 0. بنفس الشيء بتقدر تحل تحل الفقرة A والفقرة B، تحل الفقرة A والفقرة B نفس الشيء مباشرة على نفس الحل. من هيك بنكون انهينا الجزء الأول من الحل.